لو اتكلمنا بشكل عام عن الدور ربع النهائي من البطولة من بطولة افريكان فوتبول ليج، ايه ابرز الظواهر اللي انت شفتها وايه اكتر حاجة لفتت نظرك خلال المرحلة دي؟ خليني اقول لك على طبعا بالنسبه لمشاركه فريقنا المصري فريق الاهلي، خليني اقول لك رغم عدم الفوز على سيمبا او التعادل طبعا ذهابا بهدفين مقابل هدفين والتعادل في الاياب بهدف مقابل هدف، ولكن انا شايف ان الاهلي قادر بخبراته انه يحسم البطوله، قادر ان هو يستغل القائمه القويه جدا اللي بتضم لاعبين مميزين زي رضا سليم زي بيرسي تاو، حتى على مستوى خط الوسط مروان عطية أليو ديانج. أنا شايف إن تتويج الأهلي حتى بدوري الأبطال الموسم الماضي مدي الفريق أريحية وثقة كبيرة إن هو يقدر يحصل على البطولة دي حتى لو منافس نصف النهائي قوي زي طبعا فريق سان داونز. فأنا شايف كمان إن الظواهر العربية أو الفوز العربي الوداد والترجي أنا شايف إن ده شيء مميز جدا بالنسبة للفرق العربية. شفنا الوداد بيقدم مباراة جميلة أمام إنيمبا، الترجي حتى بعد الخسارة ذهابا ما تأثرش بفكرة خسارته في الذهاب أو حصل توتر، قدر إن هو يحسمه بنتيجة كبيرة 3-0 بغض النظر عن الأداء. فأنا شايف الحقيقة إن البطولة بتضم فرق قوية جدا، ولكن الأهلي الأكثر خبرة والقادر على حصد اللقب.